انا مبسوطه قوي النهارده، عارفين ليه؟ علشان ضيفي النهارده انا بموت فيه. اقول لكم عنه معلومه، ان انا كل لما بقف جنبه بحس ان انا ببقى قد الفسفوسه، وهو كل ما بيجي يقف جنبي بحس ان هو بيبقى طويل قوي عني. اظن عرفته هو مين. هو وش السعد عليا حبيب قلبي سامي سماسيمو النجم هاني رمزي. جيت يا سماسيمو. يا بنت الايه، يا بنت الايه، جنى جينو. انت ايه ده؟ وحشتيني وحشتيني وحشتيني. هاتي بوسه. وحشتيني جدا. انت وحشتيني قوي. وبعدين بقالنا كتير ما مثلناش سوا. بس اتفضل اقعد بقى. بجد؟ اه اتفضل، بيتك ومطرحك بقى. بيتي ومطرحي. اعمل فيه اللي انت عايزه. عمرك قروبة. بيتي ومطرحي. عاملة ايه؟ الحمد لله. الكرسي ده على قدك انت. اه قبل ما تاخد واجبك. واجبي؟ اه عايزة اقول كلمة. انت جايب ليه النهاردة؟ ده انا عايزة اقول كلمة. ايه؟ قبل ما ارحب بيك عايزة اقول للجمهورنا الجميل اللي قاعد ده ان انا لولا انكل هاني ما كنتش انا موجوده هنا. يا جامد يا جامد. ميرسي بجد. ايه رايك ايه رايك انك لولا انت انا ما كنتش جيت النهارده. انا كمان جاي مخصوص عشان انا عايزه اقول حاجه. انت يعني قولي انت كسبتي. نكشف حاجات في حياتك، يعني عايزين نكشف حاجات في حياتك. إيه انت اللي عايزه تكشفي؟ ايوه عايزين، احنا كلنا عايزين نكشف حاجات في حياتك كلكم. طب انا عشان خاطرك هبقى صريح معاكي، بس ما تقولش على اي حاجه. لا انت مخبيه لي حاجه. مخبيه ايه يا جنجونة؟ انت عندك اولاد قد ايه؟ عندي شادي وعندي جيسي. سنهم؟ عايزه تعرف سنهم. طب لو قلت سنهم هتتخضي. طب انت ليه ما بتحبش تتكلم عنهم خالص في التلفزيون؟ ما انا بقولك هتتخضي. شادي عنده 16 سنه. واو. وجيسي عندها 11 سنه. واو. ربنا يخليهم لك. ويخليك انت كمان ليا. ما انت بنت. انت مش بنتي برضو؟ اهو. بس في السينما بقى صح؟ مش في الحقيقة. مش في الحقيقة. في الحقيقة ربنا يخلي لك بقى عمور بقى باباكي. بتقولي له يا بابا ولا يا دادي بابي. ولا بابي؟ وما بتدلعيه؟ بابا. حلوة. بابا فرنساوي. بابا فرنساوي. بدلعه بالفرنسي، اسم الفرنسي. طب انت ايه اللغة بتاعتك؟ فرنسي ولا ايه؟ انجلش. بس انا كانت بتجي لي مس نجوى بتدرس لي، بس راحت بقى المدرسه بقى بتدرس برضو الفصل بتاعها. طب حلو قوي. يعني يو سبيك انجلش ويل؟ بجد؟ طب نكملها انجلش النهارده ولا تحبي ايه؟ لا. طب رايهم ايه بقى اولادك في ادوارك؟ شوف بتتهرب. بص هقولك على حاجة، هم حبوا سامي أكسيد الكربون جدا وبيحبوا جنى جدا، ويقولوا لي نفسنا كمان جنى يعني إيه تيجي عندنا البيت وكده. أنا مش عزمتك قبل كده عندنا في البيت؟ لأ. عندكم أنتوا أنا شفتش، أنا روحتش بس البيت بتاعك. أيوة عزمتك ولا ما عزمتكيش؟ مش فاكرة. مش طب بلاش، انا ما عزمتش. انت مش عزمتيني على العشاء؟ طبعا هي طبعا. انا مش فاكره. مش عزمتك على عيد ميلادي؟ حصل. وجيت ولا ما جيتش؟ جيت. ولقيته احلى عيد ميلاد في الدنيا دي كلها. عارفه ليه؟
ميرسي ميرسي عشان انت يا قمر، انت يا قمر، ربنا يخليك يا رب. بص يا جنجون، انت وحشتيني جدا. كان عايز اسال حاجه ينفع؟ هو كله اسئله اسئله، كله اسئله، احنا جايين نهزر أيوة النهارده. ايوه انا لازم اسال. طب اتفضلي. طب هسالك سؤال، لو لو جاوبت هديك 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه بص، مش لسه مدياني من شويه جنيه؟ اه بس هديك 5 جنيه كمان. طب خلاص يبقوا 6 جنيه. اوكي ماشي، هجاوب. ماشي. حاجه برجل واحده وثلاث عيون، ايه هي؟ رجل واحده وثلاث عيون؟ اه رجل واحده وثلاث عيون. محدش يقول له، محدش يقول له، اللي عارف ما يقولوش. حاجه بنشوفها واحنا قاعدين في العربيه. لا محدش يقول. انا ما بغشش يا جنى، ما بغشش. بس محدش يقول. يا الغش حرام حرام. انا ايوه بس مش عايزين، بس مش عايزين حد يقول لك. ما انا ما حدش هيقول لي خالص. ايه ده؟ لا ايه ده؟ على فكره انت بتقوله. لا هو في حد قال لي؟ اه لا انا سمعت. سمعتي ايه طيب؟ في ناس قالوا لك اشاره المرور. اه ايوه. اصل انت جاوبت من نفسك. انت اللي وقعتي بقى بلسانك، شفتي بقى؟ انا ما غشيتش وما قلتش. طب يلا ما علينا ما علينا. طب خلاص عدي ديت، عدي ديت. فين الخمسة جنيه؟ بتهتم بأعياد ميلاد أطفالك؟ فين الخمسة جنيه؟ أنت مش قلتي عايزة خمسة جنيه؟ طب بتهتم بأعياد ميلاد أطفالك؟ آه بهتم بيهم، وعيد ميلاد جيسي قرب. بتجيب هدايا ولا بتطنش؟ لا بجيب هدايا، وجبت الهدايا مقدما. أنا كنت مسافر، كنت في أمريكا. طب ليه بقى جبت ايه؟ جبت ساعة لجيسي، جبت لها ساعة حلوة قوي زي الغويشة كده، وهي ساعة في نفس الوقت، واتبسطت بيها خالص. باباكي هيجيب لك حاجة وهو مسافر؟ اه يعني سلسلة زي المجوهرات دي، ويعني معمولة كده وفيها ساعة رفنة من هنا؟ اه قولي بابا يجيب لك واحدة زيها. مش بابا كان في أمريكا؟ انت بتحاول تزرع. بابا كان في أمريكا ولا مش في أمريكا؟ اه في أمريكا، هرجع النهارده بالليل. رجع النهارده بالليل؟ اه يعني تلحقي تقولي له يجيب لك ساعه زيها ولا لا؟ لا بس هو خلاص رجع. رجع؟ يعني بيرجع. هو دلوقتي في الطياره، هو دلوقتي في الطياره. جاب لي وي وبس. جاب لك وي؟ طب ما خلاص يبقى جاب وي. خلاص انا عليا بقى الساعه، هجيبها لك ان شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب هاتي 5 جنيه في الاول. ما معيش دلوقتي. طيب ماشي اوكي. بعدين ان شاء الله. اوكي. كملي اسئله. ايه اللي بيزعلك من ولادك؟ ايه اللي بيزعلني من ولادي؟ لو حد عمل حاجه غلط. هو الموضوع صعب كده؟ الموضوع صعب قوي. اصل صعب ازعل معاهم، يعني عارفه حتى لو انا زعلت معاهم يعني بتصعب عليهم، يعني هم اللي بيصعبوا عليك. هم بيصعبوا عليا كتير جدا عشان بيذاكروا كتير قوي. بيتعبوا يعني. اه مذاكره جامده جدا جدا يا جنى، حاجه قاعدين على الكتاب بيدحوا بقى. هنعمل ايه؟ حظنا. وانا كمان نفس الحكايه. مذاكره صعبه صعبه. ده احنا بنرجع من المدرسه تقريبا بالليل. وبتروحوا الصبح صح؟ بنروح تقريبا أسهل يعني ولا تقريبا التمثيل؟ يعني تقريبا بنبات في المدرسه. طب المدرسه اسهل ولا التمثيل؟ مش عارفه يعني. الاثنين صعبين. طيب علشان المدرسه فيها المذاكره، وهنا في مذاكره، وهنا في وصحيان بدري ونسهر ونعمل. عامله ايه في وانت مقدمه برامج؟ ماشيه معايا يعني في البرنامج. يعني ماشيه معاكي في البرنامج، يعني كمقدمه برامج ساده صح؟ ساده قدها 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 صح صح. ساده دي مش فاهماها انت صح؟ يعني قدها وقدود يعني. طب احكي لي عملتي ايه؟ طب بتزرع ايه في ولادك؟ بعمل ايه؟ بتزرع ايه في ولادك؟ يعني بتعلمهم ايه؟ بتعلمهم ايه اسمها بتزرع ايه في ولادك؟ ايوه
ايه بزرع ايه في ولادي؟ هو ولادي طين يعني عشان ازرع؟ لا بس ما بتعلمهم ايه على طول؟ ايه اللي بعلمهم ازاي؟ ما هو الكلام كده بس انا ما كنتش فاهماها. في حد شرحها لي. مين اللي شرحه لك؟ حد. بس هم غلطانين بصراحه، ازاي يقولوا لك تزرع ايه في ولادك؟ يعني مش معقوله، هو في حد بيزرع في ولاده؟ ما اعرفش. لا طبعا. بس ما تسخنش. ما ايه؟ ما تسخنش. ما سخنش؟ اسخن ايه؟ اسخن اللي زرعته ولا ايه؟ امال ايه طيب؟ ما تسخنش يعني على اللي كتبته. عن عن ال عن ال على على كتب السؤال. ما تسخنش على اللي كتب السؤال. المعد يعني؟ المعد؟ طيب خلاص. لا الكاتب بتاع الحلقة. الكاتب الحلقة. طب كويس. بصي يا عمو، جاوب بقى. طيب جاوب على ايه؟ على السؤال، على الزرع، على التين. على الزرع والتين. على الزرع والتين. السؤال اللي احنا كنا لسه بنقوله من اللي فات. ثانية واحدة. بتزرع ايه في ولادك؟ بزرع ايه في ولادي؟ يعني بتعلمهم ايه؟ ايوه يعني مفيش زرع ولا طين. لا مفيش. في تعليم. بعلمهم ازاي يحبوا بعض وازاي يحبوا بلدهم ويحافظوا على بعض، يحافظوا على بعض ويخافوا على بعض، وازاي يحبوا بلدهم وازاي. على فكره اللي بيبقى شهيد وبيحافظ على بلده على بلده ربنا بيوديه الجنه. طبعا. وبيحط له حسنه ويبقى ميزان، ويبقى ميزانه مليان حسنات. ده كل ده كان مكتوب؟ لا. انت اللي بتقوليه من نفسك. انا بقول من دماغي. صح. بس مش معبراهم. لا. خليكي معايا انا بقى. كنا بنقول ايه بقى؟ الزرع والتين. تزرع ايه في ولادك؟ يا ستي ما بزرعش في حاجه يعني. يعني ده السؤال اللي انت رديته عليا يعني التعليم. التعليم. ما بقول لك بعلمهم ازاي يحبوا بلدهم، ازاي يحافظوا عليها، ازاي يحبوا بعض، ازاي كمان يحسنوا على الناس الغلابه اللي مش قادرين يعني. برضو بحوش فلوس برضو علشان اديها للغلابه. لازم. دي مهمه خالص. ودي ربنا كمان بيحب الناس اللي بتدي للفقراء. طب بتديهم بقى مصروف كام؟ ولادي ولا الفقراء؟ لا ولادك. ولادي؟ بصي، عشان يدوا الفقراء. هم بيحوشوا من فلوسهم. يعني بيحوشوا من فلوسهم. وبعدين هم لما بيلاقوا حد عايز محتاج حاجه لازم يساعدوه. ده مهم خالص. ده يعني لو حد عنده صحه يعني لو حد عنده صحه ومحتاج يعيا. لا.